لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. المفعول المطلق يكون اسم منصوب ولا فعل منصوب ولا اسم مرفوع؟ احنا كلنا عارفين ان المفعول المطلق دائما اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، بيأتي ليؤكد الفعل او يبين نوعه. احنا عارفين كده ان المفعول المطلق لازم يبقى اسم، ما ينفعش يكون فعل، لازم يكون منصوب، ما ينفعش يكون مرفوع. يبقى الإجابة الصحيحة ان المفعول المطلق اسم منصوب. المفعول المطلق اسم منصوب مأخوذ من لفظ الايه؟ من لفظ الاسم ولا من لفظ الفعل ولا من لفظ الحرف؟ لا، كلنا عارفين طبعا ان الاسم المفعول المطلق دايما اسم ومأخوذ من لفظ الفعل، يكتب كتابة، يلعب لعبا. يبقى المفعول المطلق اسم ومنصوب مأخوذ من لفظ الفعل، هي دي الإجابة الصحيحة. يذكر لتوكيد الفعل أو لبيان نوعه. مين اللي بيذكر لتوكيد الفعل أو لبيان نوعه؟ المفعول به ولا المفعول المطلق ولا المفعول لأجله؟ احنا عارفين ان المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل، والمفعول المطلق هو اسم مأخوذ من لفظ الفعل بيأتي ليؤكد الفعل او يبين نوعه، والمفعول لأجله هو يبين سبب حدوث الفعل. يبقى هنا مين اللي يذكر لتوكيد الفعل؟ قلنا المفعول المطلق هو الذي يأتي ليؤكد الفعل او يبين نوعه، هي دي الإجابة الصحيحة. احب ابي حبا، المفعول المطلق هنا مؤكد للفعل، غلط ولا صح؟ طب نشوف فين المفعول المطلق. احب ابي حبا، المفعول المطلق هو اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، دايما مفعول مطلق منصوب علامة نصب الفتحة. هنا مؤكد للفعل ولا مبين للنوع؟ هنا مفيش بعديه لا صفة ولا مضاف اليه، يبقى ما ينفعش يبقى مبين. يبقى المفعول المطلق هنا مؤكد للفعل، هي دي الإجابة صحيحة، العبارة صح. نام الطفل نوم الأصحاء. كلمة نوم مفعول مطلق مرفوع منصوب مجرور؟ لا طبعا، نام نوم، يبقى نوم دي مفعول مطلق، هو بيقول لنا نام مفعول مطلق، بس مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ لا، هو المفعول المطلق إعرابه ثابت، مفعول مطلق منصوب. المفعول المطلق دائما اسم، دائما منصوب، يأتي ليؤكد الفعل أو يبين نوعه. هنا النوم دي في بعدها الأصحاء دي بتبين النوع، يبقى احنا عرفنا ان المفعول المطلق هو اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، يبقى الإجابة الصحيحة كلمة منصوب. أسرعت إلى المدرسة إسراعا. كلمة إسراعا هنا مفعول مطلق، بس المفعول المطلق هنا مؤكد للفعل ولا مبين للنوع ولا كلاهما صواب؟ احنا عارفين طبعا ان المفعول المطلق هو اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، اسرعت اسراعا. طيب يأتي ليؤكد الفعل او يبين نوعه، مؤكد للفعل لو مفيش بعديه صفة او مضاف اليه، مبين للنوع لما يجي بعده يا صفة اللي هو نعت او مضاف اليه. هنا المفعول المطلق لم يأتي بعده نعت او مضاف اليه، يبقى هنا المفعول المطلق مؤكد للفعل، هي دي الإجابة الصحيحة. اجتهد في دروسي اجتهادا شديدا. كلمة اجتهادا في هذه الجملة تعرب مفعول مطلق، مفعول مطلق مؤكد للفعل ولا مبين للنوع ولا كلاهما صواب؟ احنا عارفين ان المفعول المطلق اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، اجتهادا اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل اللي هو اجتهد، اجتهد اجتهادا. طيب بيأتي ليؤكد الفعل او ليبين النوع، يبين النوع لو كان بعده صفة او مضاف اليه. اجتهادا جه بعدها صفة، ايه نوع الاجتهاد؟ اجتهادا شديدا، ايوه جه بعده صفة، يبقى هنا في هذه الحالة يكون المفعول المطلق مبين للنوع. يبقى الاجابة الصحيحة ان المفعول المطلق مبين للنوع لان بعده صفة. استخدم الكمبيوتر استخداما صحيحا. كلمة استخداما في هذه العبارة تعرب مفعول مطلق مجرور ولا مفعول مطلق منصوب ولا مفعول مطلق مرفوع؟ احنا عارفين ان المفعول المطلق اسم دائما، اسم دائما منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، استخدمه استخداما. يبقى لما نيجي نعرب المفعول المطلق هقول مفعول مطلق
منصوب وعلامة نصب الفتحة. الإجابة الصحيحة هي منصوب. أحب العقاد القراءة حبا جما. كلمة حبا تعرب مفعولا مطلقا، نوعه المفعول المطلق كلمة حبا، مؤكد للفعل ولا مبين للنوع ولا كلاهما صواب؟ احنا عارفين ان المفعول المطلق اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل احب احب حبا، يبقى هنا كلمة حبا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، بيأتي ليؤكد الفعل او ليبين النوع. هنا مؤكد للفعل ولا مبين للنوع؟ طب امتى بيكون مؤكد او امتى بيكون مبين؟ بيكون مبين لو في بعده صفة او مضاف اليه. نوع الحب ده ايه؟ حبا جما كثيرا. يبقى هنا جه بعده صفة، حاجة بينت نوع الحب ده، يبقى هنا المفعول المطلق مبين للنوع. الإجابة الصحيحة هي مفعول مطلق مبين للنوع. فرحت الجماهير بالمباراة فرحا. كلمة فرحا مفعول مطلق، نوعه مؤكد للفعل مبين للنوع، كلاهما صواب. احنا عارفين ان المفعول المطلق اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، فرحت فرحا دائما منصوب علامة نصبه الفتحة، يأتي ليؤكد الفعل او يبين النوع. امتى بيكون مبين النوع؟ لو ما بعده لما يكون بعده صفة، فرحت فرحا بعده صفة او مضاف اليه. هنا كلمة المفعول المطلق بعده صفة او مضاف اليه؟ لا، يبقى هنا مش مبين للنوع، هنا المفعول المطلق مؤكد للفعل. هي دي الإجابة الصحيحة، المفعول المطلق هنا مؤكد للفعل. أذهب إلى المدرسة حبا في العلم. كلمة حبا تعرب مفعول مطلق، صح ولا غلط؟ طب تعال نشوف، دي جملة فعلية، المفعول المطلق بيبقى اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل. هي حبا دي مأخوذة من لفظ الفعل؟ أذهب حبا؟ لا طبعا. امال حبا دي عارفها ايه؟ حبا دي بينت سبب حدوث الفعل، لماذا اذهب؟ اذهب حبا. يبقى حبا دي لما نيجي نعرفها نعرفها مفعول لاجله مش مفعول مطلق. العباره دي غلط. المفعول المطلق نوع واحد، نوعان، ثلاثه انواع. المفعول المطلق كم نوع؟ ايه هو المفعول المطلق؟ هو اسم منصوب ماخوذ من لفظ الفعل، يأتي ليؤكد الفعل أو يبين نوعه أو يبين العدد. يبقى عندنا كم نوع؟ هذا أول حاجة مؤكد للفعل، اثنين مبين للنوع، ثلاثة مبين للعدد. يبقى المفعول المطلق ثلاثة أنواع، هي دي الإجابة الصحيحة. أقدر المعلمة نقط. عايزين نكمل بمفعول مطلق مناسب، ضع المفعول المطلق المناسب. نقول أقدر المعلمة تقديرا ولا التقدير ولا تقدير؟ يبقى هنا أقدر المعلم، هنا عايزين نكمل بمفعول مطلق. المفعول المطلق اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، يبقى أقول أقدر تقديرا، هو ده الاسم المنصوب اللي مأخوذ من لفظ الفعل، أقدر المعلم تقديرا. يدخل التلاميذ الفصول صباحا. كلمة الفصول منصوبة لأنها، كلمة الفصول مفعول به ولا مفعول لأجله ولا مفعول مطلق؟ نشوف الأول الجملة، يدخل التلاميذ الفصول صباحا، دي جملة إيه؟ جملة فعلية، يدخل ده الفعل، مين اللي بيدخل؟ التلاميذ، يبقى التلاميذ دي الفعل، مين اللي وقع عليه فعل الفاعل؟ الفصول، يبقى نعربها مفعول به، صباحا دي الظرف، يبقى كلمة الفصول هنا تعرب مفعول به، هي دي الإجابة الصحيحة، لأنها ما تنفعش مفعول لأجله، المفعول لأجله يبين سبب حدوث الفعل، ما تنفعش مفعول المطلق، لأن مفعول المطلق مأخوذ من لفظ الفعل، يبقى الإجابة الصحيحة هي مفعول به، لأن كلمة الفصول هي من وقع عليها فعل الفعل. قرأت الصحف أملاً في معرفة الأخبار. كلمة أمل، كلمة أملاً في هذه الجملة منصوبة لأنها، كلمة أملا منصوبة لأنها مفعول به ولا منصوبة لأنها مفعول لأجله ولا منصوبة لأنها مفعول مطلق؟ هنا لما نقول قرأت دي مفعول به، ماذا قرأت؟ الصحف، لا الصحف هنا هي المفعول به. طيب قرأت، لماذا قرأت الصحف؟ أملا، يبقى دي مفعول لأجله. ينفع ولا مفعول مطلق؟ هي مأخوذة من لفظ فعل قرأت قراءة، يبقى لا ما تنفعش مفعول لأجله. هنا الإجابة الصحيحة هي كلمة مفعول لأجله.
يرجو المؤمن من ربه رجاء كبيرا. كلمة رجاء تعرب مفعولا به، مفعولا مطلقا، مفعولا لأجله. كلمة رجاء، نيجي نشوف دي جملة نوع جملة ايه؟ جملة فعلية. يرجو الفعل، مين اللي بيرجو؟ المؤمن، يبقى دي الفعل. من حرف جر، ربه اسم مجرور، رجاء. هنيجي نشوف دي مفعول به وقع عليه فعل الفعل، ولا مفعول مطلق مأخوذ من لفظ الفعل، ولا مفعول لأجله بيبين سبب حدوث الفعل. هنيجي يرجو رجاء، ده اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، يأتي ليؤكد الفعل ولا يبين نوعه. هنا رجاء كبيرا، لا دي بينة النوع. يبقى احنا عرفنا ان هنا كلمة رجاء هي مفعول مطلق لأنها اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل. ينام الناس نقط عميقا، ضع مفعول مطلق. عايزين نكمل الجملة دي بمفعول مطلق، نقول ينام الناس نوم ولا نوما ولا نوم؟ لا طبعا، احنا عارفين ان المفعول المطلق اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، يبقى ينام نقول ايه؟ فين المنصوب؟ نوم ولا نوما ولا نوم؟ لا، المنصوب هتبقى نوما، هو ده الاسم المنصوب، ده المفعول المطلق. يطيع الوالد والده طاعة لله. كلمة طاعة هنا تعرب مفعولا به، مفعولا مطلقا، مفعولا لأجله. هنا يطيع الولد والده طاعة، هنا دي جملة فعلية، هذا الفعل يطيع، فين الفاعل؟ الولد، والده مفعول به، بيطيع لي. لماذا يطيعه؟ ما تقوليش بقى ده مأخوذ من لفظ الفعل، هنا مش جاي لا يؤكد الفعل ولا يبين النوع، ده هنا بتبين سبب حدوث الفعل. لماذا يطيع والده طاعة لله؟ يبقى هنا دي ما تبين سبب حدوث الفعل. مين اللي بيبين سبب حدوث الفعل؟ اللي بيبين سبب حدوث الفعل المفعول لأجله. يبقى هنا كلمة طاعة تعرب مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة. استمعت إلى المعلم استماعا جيدا. نوع المفعول المطلق في هذه العبارة مؤكد للفعل مبين للنوع، نوع آخر. فين المفعول المطلق في العبارة دي، في الجملة دي؟ استمعت إلى المعلم استماعا جيدا. احنا عارفين ان المفعول المطلق هو اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل. استمعت استماعا، ايوه، يبقى استماعا هي دي المفعول المطلق، مفعول مطلق منصوب علامة نصب الفتحة. نوعه ايه بقى؟ بيأتي ليؤكد الفعل او يبين نوعه. بيبين النوع لو بعده صفة او مضاف اليه، هنا استماعا بعدها صفة او مضاف اليه، نوع الاستماع ده ايه؟ استماعا جيدا بعدها صفة، يبقى هنا استماعا دي مفعول مطلق ونوعه مبين للنوع، يبقى مش مؤكد للفعل ولا نوع اخر. هو الاجابة الصحيحة مفعول مطلق مبين للنوع. المفعول المطلق المبين للنوع لابد بعدهم من وجود نعت مضاف اليه، كلاهما صواب. الاول احنا عارفين ان المفعول المطلق هو اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، يأتي ليؤكد الفعل او ليبين نوعه. وبنعرف الفرق ما بين المؤكد للفعل والمبين للنوع ازاي؟ لو في بعده صفة او بعده مضاف اليه، يبقى كده بينت نوع الايه؟ المفعول المطلق. يبقى المفعول المطلق المبين للنوع ينفع يجي بعده نعت اللي هي صفة؟ ينفع يجي بعده مضاف اليه؟ ايوه، ما هو هيبين للنوع لو كان بعده يا نعت او مضاف اليه، يبقى الاثنين صح، نعت او مضاف اليه، يبقى الاجابه الصحيحه هنختار كلاهما صواب. قال تعالى: كلم الله موسى تكليما. المفعول المطلق نقط ونوعه ومأخوذ من، فين المفعول المطلق ونوعه ايه ومأخوذ من ايه؟ الاجابه تكليما ومبين للنوع ومأخوذ من فعل، ولا هو تكليما ونوعه مؤكد للفعل ومأخوذ من مصدر، ولا المفعول المطلق تكليما ونوعه مؤكد للفعل ومأخوذ من فعل؟ هنيجي نشوف فين الاصل المفعول المطلق. كلم الله موسى تكليما، المفعول المطلق اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، يبقى كلم تكليما، يبقى هذه اول حاجة المفعول المطلق تكليما. طيب نعرف نوعه، نوعه لو بعده صفة او مضاف اليه حاجة بتبين نوع المفعول المطلق ده يبقى مبين للنوع، مفيش، يبقى ده مؤكد للفعل. هنا المفعول المطلق مؤكد للفعل، يبقى هنا مبين للنوع دي مش هتنفع. طيب نشوف هنا مؤكد للفعل، طيب مأخوذ من ايه؟ مأخوذ من فعل ولا من مصدر؟ اهو تكليما ده مفعول مطلق مأخوذ من لفظ الايه؟ الفعل، يبقى ناخد الاجابة الصحيحة هي الاجابة الاخيرة.
يبقى المفعول المطلق تكليما نوع مؤكد للفعل مأخوذ من فعل. يكتب التلميذ في كتابه كتابة المتفوقين. المفعول المطلق في هذه الجملة ونوعه هو كلمة كتابة ونوع مؤكد للفعل، ولا كلمة كتابة ونوع مبين للعدد، ولا كلمة كتابة ونوع مبين للنوع؟ هو بيقول لنا المفعول المطلق هي كلمة كتابة، أو اسم مأخوذ من لفظ الفعل يكتب كتابة، مش كتابة، كتابة دي اسم مجرور، يبقى يكتب كتابة، يبقى كتابة دي مفعول مطلق مأخوذ من لفظ الفعل. هو المفعول المطلق بيجي عشان يؤكد الفعل أو يبين نوعه. نيجي نشوف كلمة كتابة بعدها حاجة بينت النوع، قلنا بيجي بعدها صفة أو مضاف إليه، هنا جي بعدها إيه؟ مضاف إليه كتابة المتفوقين، يبقى بينت نوع الكتابة. يبقى هنا المفعول المطلق في هذه الجملة مؤكد الفعل أو مبين النوع؟ لا، هنا المفعول المطلق مبين النوع. يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة المفعول المطلق كلمة كتابة ونوعه مبين للنوع. أذاكر دروسي مذاكرة المجدين. المفعول المطلق هو ونوعه هو. المفعول المطلق مذاكرة ومؤكد للفعل، المفعول المطلق مذاكرة ومبين للنوع، المفعول المطلق كلمة المجدين ونوعه مبين للنوع. ايه الإجابة الصحيحة؟ فين المفعول المطلق؟ أذاكر دروسي مذاكرة المجدين. المفعول المطلق اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، فين الفعل؟ أذاكر، أذاكر مذاكرة، يبقى هو ده المفعول المطلق. وليه ما نوناش؟ لأن بعدها مضاف إليه. هنا المفعول المطلق اسم منصوب يأتي ليؤكد الفعل أو ليبين نوعه. هنا بيؤكد ولا بيبين النوع؟ احنا قلنا لو المفعول المطلق بعده صفة او مضاف اليه يبقى مبين للنوع. هنا كلمة المفعول المطلق بعدها ايه؟ كلمة المجدين، بعدها مضاف اليه، لا يبقى هنا مذاكرة دي مفعول مطلق ونوعه مبين للنوع. يبقى اختار ان المفعول المطلق كلمة مذاكرة وهنا مبين للنوع، يبقى هي دي الاجابة الصحيحة. رعاية الله تشملنا. نحترم رعاية والدينا لنا، نرعى الأطفال رعاية جيدة. كلمة رعاية في الجمل الثلاثة، كلمة رعاية هنا وفي الجملة الثانية وفي الجملة الثالثة. كلمة رعاية تعرب على الترتيب، على ترتيب الجمل: مبتدأ مفعولا به مفعولا لأجله، مبتدأ مفعولا به مفعولا مطلقا، مبتدأ مفعولا لأجله مفعولا مطلقا. نعرف كلمة رعاية في الثلاث جمل. في الجملة الأولى كلمة رعاية، رعاية دي اسم ولا فعل؟ اسم. يبقى في بداية الجملة الاسمية تعرف هنا ايه؟ مبتدأ. نشوف الجملة الثانية: نحترم رعاية. نحترم دي جملة فعلية، ماذا نحترم؟ رعاية، فين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره نحن، يبقى هنا رعاية مفعول به. نشوف الجملة الثالثة: نرعى الأطفال رعاية. هنا رعاية اسم مأخوذ من لفظ الفعل، يبقى دي مفعول مطلق. يبقى الإجابة الصحيحة على الترتيب مبتدأ مفعول به مفعول مطلق، يبقى هنا الإجابة الثانية هي الإجابة الصحيحة. أي الجمل الآتية بها مفعول مطلق: رأيت احتراما في عينيك، أحترم أبي احتراما لمكانته وطاعة لله، أحترم أبي احتراما شديدا. أي جملة بها مفعول مطلق؟ تعالوا مع بعض نشوف جملة جملة. رأيت احتراما في عينيك، احتراما دي نعرفها إيه؟ رأيت رأى فعل ماضي وتأتى الفاعل، احتراما نعرفها؟ لا، ماذا رأيت احتراما، يبقى دي مفعول به، في عينيك جر ومجرور. احترم ابي احتراما لمكانتي، هنا احتراما مأخوذ من لفظ الفعل، بس جت هنا تبين سبب حدوث الفعل. لماذا احترم احتراما لمكانتي وطاعة لله؟ اللي بيبين سبب حدوث الفعل بنقول له ايه؟ مفعول لاجله، يبقى دي احتراما هنا مفعول لاجله، منصوب علامة نصب الفتحة. في الجملة الثالثة احترم ابي احتراما، احتراما دي مأخوذة من لفظ الفعل وجات لتؤكد الفعل ولا تبين نوعه، هنا احتراما شديدا جات لتبين نوع الفعل. ايوه هنا دي مفعول مطلق، منصوب اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، يبقى اي جمل بها مفعول مطلق هي الجملة الثالثة هي الإجابة الصحيحة. قف احتراما لوالديك وقوفا عزيزا. كلمة احتراما وكلمة وقوفا يعربان على الترتيب: مفعولا لأجله مفعولا مطلقا، مفعولا مطلقا مفعولا لأجله، مفعولا به مفعولا مطلقا. كلمة احتراما
وكلمة وقوفا. نجي نعرف كده الجملة دي جملة ايه؟ فعلية. قف، قف احتراما، يبقى هنا احتراما لوالديك. هنا الاسم ده اسم منصوب بين سبب حدوث الفعل. هتقف ليه؟ احتراما. ايه اللي بيبين سبب حدوث الفعل؟ المفعول لأجله، يبقى احتراما دي مفعول لأجله. احتراما لوالديك وقوفا، وقوفا دي اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل. قف وقوفا، ايه الاسم اللي مأخوذ من لفظ الفعل؟ المفعول المطلق. يبقى احنا عندنا كلمة احتراما دي مفعول لأجله، ووقوفا دي مفعول مطلق. يبقى على الترتيب، اول واحدة هناخد احتراما اللي هي المفعول لأجله، يبقى دي مفعول لأجله ومفعول مطلق، يبقى اول اجابة هي دي الاجابة الصحيحة، لان كلمة احتراما تعرب مفعول لأجله، وكلمة وقوفا تعرب مفعول مطلق. المخلص في اداء واجبه اخلاصا شديدا يشعر بالسعادة. المفعول المطلق هو ومأخوذ من، فين المفعول المطلق ومأخوذ من ايه؟ المفعول المطلق كلمة اخلاصا ومأخوذ من اسم، اخلاصا ومأخوذ من فعل، شديدا ومأخوذ من فعل. فين المفعول المطلق؟ المفعول المطلق هو اسم منصوب مأخوذ من لفظ كلمة اخرى. الكلمة الاخرى ممكن تكون اسم او فعل او مصدر. هنا فين المفعول المطلق؟ المخلص في اداء واجبه اخلاصا، هي دي مأخوذة من لفظ كلمة المخلص. كلمة المخلص دي اسم ولا فعل ولا مصدر؟ لا دي اسم. يبقى هنا المفعول المطلق هو كلمة إخلاصا، ومأخوذ من دي اسم ولا فعل؟ لا اسم. يبقى الإجابة الصحيحة هو كلمة إخلاصا، أن المفعول المطلق كلمة إخلاصا ومأخوذ من اسم، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. أسعدني ترفعك عن الدنايا ترفعا حسنا. المفعول المطلق هو ومأخوذ من، المفعول المطلق هو ترفعا ومأخوذ من فعل، ولا حسنا ومأخوذ من اسم، ولا ترفعا ومأخوذ من مصدر؟ فين أصلا المفعول المطلق؟ المفعول المطلق اسم مأخوذ من لفظ الفعل. يعني هنيجي نشوف أسعدني ترفعك عن الدناية ترفعا، هنلاقي هنا ترفعك ترفعا، بس خلي بالك ان ترفعك دي مش فعل، هنا ترفع دي اسم، اسم ما اعرفها هنا مفعول به. اسعدني ده فعل، فعل ماضي. ماذا اسعدني؟ ترفعك، يبقى ترفع دي مفعول به، يبقى هنا ترفعا هي هنا فعلا المفعول المطلق، بس ماخوذه من لفظ الايه؟ الترفع دي اسم، دي المصدر، ترفع ترفعا. يبقى هنا اسعدني ترفعك عن الدناية ترفعا، يبقى هنا المفعول المطلق هو ترفعا وماخوذ من مصدر، هي دي الاجابه الصحيحه. المخلص في أداء واجبه إخلاصا شديدا يشعر بالسعادة. المفعول المطلق هو ومأخوذ من، فين المفعول المطلق ومأخوذ من إيه؟ المفعول المطلق كلمة إخلاصا ومأخوذ من اسم، إخلاصا ومأخوذ من فعل، شديدا ومأخوذ من فعل. فين المفعول المطلق؟ المفعول المطلق هو اسم منصوب مأخوذ من لفظ كلمة أخرى. الكلمة الأخرى ممكن تكون اسم أو فعل أو مصدر. هنا فين المفعول المطلق؟ المخلص في أداء واجبه إخلاصا، هي دي مأخوذة من لفظ كلمة المخلص. كلمة المخلص دي اسم ولا فعل ولا مصدر؟ لا دي اسم. يبقى هنا المفعول المطلق هو كلمة إخلاصا، ومأخوذ من دي اسم ولا فعل؟ لا اسم. يبقى الإجابة الصحيحة هو كلمة إخلاصا، أن المفعول المطلق كلمة إخلاصا ومأخوذ من اسم، يبقى هي دي الإجابة الصحيحة. نكرم الضيف اعترافا بتقاليدنا اكراما شديدا. الكلمتان اعترافا واكراما تعربان، مفعولا مطلقا مفعولا لاجله، مفعولا لاجله مفعولا مطلقا، مفعولا به مفعولا مطلقا. تعالوا كده نعرف الكلمتين دول في الجملة. نكرم هذا الفعل، الفعل مستتر تقديره نحن، الضيف مفعول به. لماذا نكرم اعترافا؟ اعترافا دي بينت سبب حدوث الفعل، يبقى يعربها ايه؟ مفعول لأجله. طيب اعترافا بتقاليدنا اكراما، اكراما دي اسم منصوب مأخوذ من لفظ الفعل، نكرم اكراما، يبقى ده مفعول مطلق. يبقى احنا قلنا اعترافا بينت سبب حدوث الفعل، يبقى مفعول لأجله، واكراما مأخوذ من لفظ الفعل، جت هنا بينت نوع الاكرام، يبقى ده مفعول مطلق. يبقى الاجابة الصحيحة ان اعترافا هتبقى مفعول لأجله، وإكراما مفعول مطلق، هي دي الإجابة الصحيحة.